السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المشاهدين، اليوم عندي يعني صلح بنفسك الستلايت إذا كنت شغلة ما يشتغل، شغلة ما يشتغل، الثالثة يلا يشتغل، أو الرابعة يلا يشتغل، مرات للخامسة يلا يشتغل، أو لمن يحمي شوية يلا يشتغل. فهذه أكثر الأعطال شيوعا في الستلايت، يعني أغلب الستلايتات اللي ما تشتغل هي سببها تجي من المحول. المحول شنو اللي يعطل بيه بطريقة سهلة وأي واحد يقدر يصلحها بالبيت، يعني ما يحتاج يروح للفني أو يروح يشتري محول جديد. هذا هو المحول، قلنا نفتحه بالسبري، الرشة السبري، وعلى كيفنا بهدوء بعدين ينفتح. من ينفتح تطبع بالخريطة مالته، هذه الخريطة تشوف، هذه الدي سي مالتها، هذا المتسعة اللي هي هذه، تقيها مدفوخة شوية، مدفوخة، شوف شلون مدفوخة السبب. هذا حجمها 10 UF 400 فولت، تبدلها راح يشتغل، واذا ما اشتغل لاحظ هذا الفيوز مالتها، هذا الزجاجي، واذا بدلت الفيوز وضربت معناتها هاي القنطرة بها واحد منهن ضرب او هن كلهن ضربات فيتبدلن. هاي اذا تريد تصلحها، يعني قافل الا تصلحها. فاذا الاعطال الاكثر شيوعا. وهسه نقول اللي يحب النبي ما يبخل علينا بالصلوات بالتعليقات، اللهم صل على محمد وآل محمد، وشكرا لكم.